صباح الخير يا متابعين فتح الفن. صباح شركة وينز بروكر، هقدمه لكم كريم مجد اليوم 23 ابريل 2020، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن اليورو مقابل الدولار الامريكي، تداولات محايدة وتداولات متضاربة لليورو مقابل الدولار الامريكي، وعدم وضوح الاتجاه وعدم وضوح طبعا الرؤية الموجودة في الاسواق نتيجة تأثر الاسواق بشكل عام والاقتصاد العالمي كله بشكل طبعا نتيجة فيروس كورونا. ده مؤثر بشكل كبير على زوج اليورو مقابل الدولار الامريكي، ما بين لحظه بيكون فيها ارتفاع شهيه المخاطره واضح في الاسواق، ومن لحظه تانية بتنخفض تماما شهيه المخاطره وبيلجا المستثمر للدولار الامريكي. ده مؤثر ايضا على الدوج بالشكل اللي احنا شفناه امبارح. ما كانش عندنا بيانات من شانها ان هي تؤثر على اليورو مقابل الدولار الامريكي بشكل مباشر، ولكن النهارده هنكون طبعا على موعد مع بيانات هامه من منطقه اليورو زي مؤشر مدير المشتريات الصناعي الالماني الشهر لشهر ابريل، متوقع ليه انخفاضه خلال الشهر الجاري 39 مقابل الشهر الماضي 45.4. ايضا مؤشر مدير المشتريات الخدمي الالماني لشهر شهر ابريل متوقع ليه 28.5 مقارنه بالشهر الماضي اللي كان 31.7. ايضا من منطقه اليورو هنكون كمان في انتظار مع مؤشر مدير المشتريات الصناعي لمنطقه اليورو بشكل عام، متوقع عليه 39.2 مقارنه بالشهر الماضي 44.5، ومؤشر ماركت مراكب لمدير المشتريات متوقع عليه يكون 25.7 والشهر الماضي كان 29.7. كل دي بيانات هامه تستحق طبعا المتابعه، ولكن كمان هنكون على موعد مع الولايات المتحده الامريكيه وبيان هام معدلات الشكاوي من البطاله، متوقع عليه يكون 4,200,000 مقارنة بالشهر الماضي اللي كان 5,245,000. دي كانت أهم البيانات وأهم الأخبار. خلونا ننتقل مع بعض نشوف الشارت وتوقعاتنا ليه على مدار اليوم النهاردة. زي ما احنا شايفين طبعا الأداء المحايد والأداء المتضارب واضح جدا بداية من منتصف الشهر الجاري، بالتحديد من يوم 15 ابريل ما عندناش اي شكل او اي وضوح للاتجاه. حتى مؤشرات زي الاي ام اي اللي بتحصل اللي هي بتلخبط في حاله تذبذب زي ما احنا شايفين بيديني مؤشرات والاشاره العكسها تقريبا الساعه اللي بعديها على طول، حتى احيانا بيديني نفس الاشاره مرتين، وده ما بيحصلش غير في حاله عدم وضوح الاتجاه بالنسبه للمؤشر. ذلك مؤشر الاي ام اي ما نقدرش ناخد منه اي اشارات خالص. هنلاقي من ناحيه ثانيه السار والستوكستيك مدين اشاره ايجابيه، لكن الفلات ترند مدي اشاره سلبيه. وجود السعر بين المتوسطات السعريه ايضا، وجود السعر اسفل ال 880، كل ده مخلي الدنيا مش واضحه تماما بالنسبه لليورو. ولكن هنبدا بالاتجاه الاكثر توقعا، وهو بوجوده اسفل النقطه المحوريه هنقول الاتجاه الاكثر توقعا هو الاداء السلبي. ما عندناش اي مستجدات طول ما هو موجود ما بين 960 وال 760 منطقه حياه بالكامل، ولكن مع كسر ال 760 هيكون المجال مفتوح لل 650 وراها ال 550. مره ثانيه الاتجاه الاكثر توقعا هو اتجاه ايضا ضعيف، لان احنا في منطقه حياد ما بين ال 960 وما بين ال 760، ولكن الاكثر توقعا هو الاداء السلبي بشرط كسر 760 عشان يروح لل 650 وراها ال 550. السيناريو الاخر المعاكس هيتحقق بكسر ال 960 وراها ال 1045 وراها ال 1145. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، بتمنى لكم اكيد يوم تداول امن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.